السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنحل اختبار مراجعة على يونتس 10 11 and 12، الوحدات 10 و11 و12، واللي موجود في كتاب بيت باي بيت ترم تاني 2024 صفحة 213 و214. Let's get started. هنبدأ من بيج 213 صفحة 213. أول سؤال في الامتحان سؤال listening، الاستماع. listen and circle the correct answer، استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. نسمع نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة. watching and playing computer games، لعب ألعاب الكمبيوتر ومشاهدتها. is unhealthy، غير صحي. for children، للأطفال. children، الأطفال. shouldn't spend a lot of time، ينبغي عليهم ألا يقضوا الكثير من الوقت. watching TV، في مشاهدة التلفزيون. or tablets، أو التابلت. it's also bad for children's eyes، كمان هو مضر لعيون الأطفال. children should do sports a lot، الأطفال ينبغي عليها أنها تمارس الرياضة كثيرا. طب أول سؤال watching and playing computer games، مشاهدة ولعب ألعاب الكمبيوتر is إيه؟ طبعا حاجة unhealthy، غير صحية. children، الأطفال. spend a lot of time watching TV or playing on cell phones، يعني الأطفال عايز أقول shouldn't، ينبغي عليها أنها تقضي وقت طويل في مشاهدة التلفزيون أو اللعب على التليفونات المحمولة. children، الأطفال. should do a lot، ينبغي عليهم هم يمارسوا إيه كثيرا؟ يمارسوا sports، الألعاب الرياضية. watching TV، مشاهدة التلفزيون. or tablets، أو التابلت. is bad for children's، مضر بعيون الأطفال. children's eyes. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. a chameleon، can change its، الحرباء تستطيع أن تغير إيه؟ تغير color، لونها. social media، وسائل التواصل الاجتماعي. has، لديها ايه؟ people you don't know، الناس اللي انت ما تعرفهمش. can contact you، ممكن تتواصل معك، ممكن تتصل بيك. فهي كده ليها ايه؟ عيوب، وعيوب يعني cons. you should have a strong ايه when you go online، ينبغي ان يكون لديك ايه قوي عندما تذهب عبر الانترنت. لازم تكون عندك كلمة مرور، كلمة سر قوية. a strong password. when I travel by A، لما سافر بإيه؟ I go through the air، أنا بسافر عبر الإيه؟ عبر الهواء. يبقى أنا في الوقت دوت أنا بسافر عبر الإيه؟ الطائرة. طائرة يعني plane. read and complete، اقرأ وأكمل. هنكمل الفقرة باستخدام parks، يعني حدائق عامة. chemicals، يعني مواد كيميائية. waters، هنا جاية بمعنى يروي. المياه هنا مش يعني مش معناها مياه، معناها يروي، يروي بالماء. طب trees، أشجار. we breakfast، إفطار. uncle عادل، العم عادل is a gardener، بستاني أو جنايني. he works at a lot of parks، بيعمل في الكثير من الحدائق العامة and gardens، والحدائق بتاعت المنازل. he gets up، هو بيستيقظ early، مبكرا. and have، وبيتناول إيه؟ بيتناول البريكفاست، الإفطار بتاعه. يستيقظ مبكرا ويتناول الإفطار. then بعد ذلك he goes to his work، بيذهب لعمله. he looks after gardens، هو بيعتني بالحدائق. he plants and flowers، يعني عايزين نقول إيه؟ هو بيقوم بري النباتات والإيه؟ والزهور. طب يروي يعني waters، يروي بالماء. طيب بعد كده بقول لك he plants، هو بيزرع. more a، المزيد من الايه؟ من التريز، الاشجار. all people، كل الناس. like sitting، بتحب تقعد. and playing، وتلعب. in the gardens، في الحدائق. and والحدائق بتاعت المنازل والحدائق العامه اللي هي الباركس. which uncle عادل works at، التي يعمل بها الايه؟ العم عادل. بعد كده عندنا بيج 214 صفحة 214. read the text، اقرأ القطع. and answer the questions، وأجب عن الأسئلة. my uncle lives in Luxor، عمي يعيش في الأقصر. I like to visit him، أنا بحب أزوره. last year، العام الماضي. I traveled to Luxor، سافرت إلى الأقصر from Cairo، من القاهرة by train، بالقطار.
I moved on a rail يعني أنا تحركت على خط سكة حديد، يعني مشينا على إيه السكة الحديد والقضبان الحديدية. That train القطار is a safe transportation، القطار ده وسيلة مواصلات آمنة. I enjoyed traveling أنا استمتعت بالسفر by train بالقطار. There were a lot of people كان فيه كثير من الناس on the train يعني في القطار. You can travel by train يمكنك السفر بالقطار at the train station من المحطة بتاعت القطار، من محطة القطار. طب أول سؤال I travel to Luxor أنا سافرت الأقصر by train بالقطار from من إيه؟ منين؟ هو بيقولك أنا سافرت للأقصر من القاهرة يبقى من كايو. When I travel by train لما أنا بسافر بالقطار I move on أنا بتحرك على إيه؟ على سكة حديد on a rail. Where can you travel by train يعني أنت فين يمكنك أن أنت تسافر بالقطار؟ طبعا من محطة القطار أهي at the train station من محطة القطار، دي إجابة number 3 ونكتبها هنا at the train station من محطة القطار. طب when did you travel to Luxor يعني متى سافرت إلى الأقصر؟ هو قالك في أول سطر last year العام الماضي، إجابة number 4 I traveled to Luxor from Cairo سافرت إلى الأقصر من القاهرة، يبقى هنكتب هنا last year العام الماضي last year. Read and write the correct form سؤال correct سؤال التصحيح الخطأ، ما بين الأقواس في كلمة خطأ في الجرامر فإحنا بنظبطها. طيب you shouldn't use your phone late at night طب ينبغي عليك ألا تستخدم التليفون بتاعك لوقت متأخر في إيه في الليل. طبعا إحنا خدنا should ينبغي أن وshouldn't ينبغي ألا، لازم يجي بعدهم الفعل من غير إضافات، فخلي الفعل من غير إضافات فهيبقى use بس you shouldn't use ينبغي عليك ألا تستخدم. We need to help everyone إحنا محتاجين نساعد الجميع، إحنا قلنا بعد need to يحتاج أن بيجي الفعل في المصدر من غير إضافات فهنخليه help بس يساعد. We can walk يمكننا أن نمشي and not always go ومش دايما نذهب بالسيارة by car. The opposite opposite دي يعني عكس. The opposite of unkind عكس كلمة عطوف is healthy كلمة صحي، لا عكس كلمة صحي هي غير صحي اللي هي unhealthy، هنكتب هنا unhealthy غير صحي عكسها صحي unhealthy. The opposite of unhealthy عكس كلمة غير صحي is healthy هي كلمة صحي. Punctuate the following ده علامات الترقيم للآتي. Is a bus a good transportation هل الأتوبيس وسيلة مواصلات جيدة؟ طبعا هنكتب كده بقى أول حرف كابيتال is ونحط تحت شرطة ونكتب الجملة كاملة is a bus a good transportation هل الأتوبيس وسيلة مواصلات جيدة؟ ده سؤال ونحط آخره question mark علامة استفهام. بعد كده عندنا سؤال الباراجراف، هنكتب باراجراف من 18 كلمة هنا عن الرود سيفتي السلامة على الطريق، ده عنوان الباراجراف السلامة على هنا بقى إيه الطرق السلامة على الطرق. طب سيت بيلت يعني حزام الأمان، وهنا هلمت يعني خوذة. طيب ممكن نكتب ايه على السلامة على الطرق؟ هنقول بصوا كده احنا لما نيجي نكتب الباراجراف بنسيب مسافة في البداية وبنبدأ بحرف كابيتال وبنفصل ما بين كل جملة وجملة بنقطة والحرف اللي بعد النقطة بحرف كابيتال. طب ممكن نقول بقى ايه؟ ينبغي أن نكون آمنين على الطرق. We should ينبغي أن be إن احنا نكون safe آمنين on roads ينبغي أن نكون آمنين على الطرق. خلصنا طبعا الجملة فحطينا فول ستوب نقطة. طب نبدأ بقى بعد النقطة بحرف كابيتال، احنا قلنا ينبغي أن نكون آمنين على الطريق. We should شوفوا كده المسافة اللي أنا سبتها أدخلها بقى في السطر اللي وراه. أوكي We should ينبغي علينا أن wear ينبغي علينا أن نرتدي إيه حزام الأمان a seat belt. امتى؟ when we drive a car عندما نقود سيارة when
We drive a car. طيب كمان عايزين ندخل كلمة حلم تخوذها في جملة، نقول we should، ينبغي علينا أن. ينبغي علينا أن wear. We should wear a helmet. ينبغي علينا أن نرتدي خوذة. When، عندما. We ride a bike، عندما نركب دراجة. We should wear a helmet when we ride a bike. خلصنا سيشن النهاردة، انتظروني في حال امتحانات المحافظات إن شاء الله. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.